في ديربي من ديربيات زمان، الاهلي والزمالك بيتعادلوا 2-2 في مباراة للوهلة الاولى، تقول ان هي هتكون وان سايد جيم لصالح الاهلي، ولكن شوط تاني مغير تماما للزمالك، وجيسفالدو فيريرا خلى المباراة تخرج بشكل جميل. مباراة فيها كلام كتير قوي قوي قوي، سواء على سامي قمصان او على فيريرا او حتى على لعيبة الفريقين او الجمهور. هنتكلم في كل حاجة عن ديربي القاهرة، الديربي الجميل، الديربي اللي فكرنا بذكريات زمان، ماتشات 3-3 وماتشات 2-2 ايام حسام حسن ومانويل جوزيه. مباراه كانت كبيره، مباراه كانت مميزه. الشوط الاول ما كانش يقول كده، ولكن الشوط الثاني قدم كل شيء. قبل ما نخش في اي حاجه في حلقه النهارده، انزل اعمل لايك المتين، عشان اللايك بيوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس، فانزل اعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس. اول مره شفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، عشان الايام اللي جايه في حلقات جامده قوي نازله، فانزل اعمل لايك وانزل اعمل اشتراك، وتاكد ان انت مفعل الجرس عشان الحلقه تيجي لك اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاتين. الاهلي والزمالك في ديربي القاهره، ديربي القاهره. من قبل المباراه وحتى وانا بنزل حلقه قعده قبل الماتش، قلت ان الاهلي هيكسب، لا محاله لا محاله ان الاهلي هيكسب. كواليتي اعلى، الفريق داخل عايز يعوض، الفريق داخل عايز يكسب المباراه. والناحيه الثانيه الزمالك مش في افضل حالاته، العناصر اللي موجوده فيه مش افضل العناصر، التكتيك اللي بيلعب بيه جيسفالدو فيريرا مش افضل تكتيك، الطريقه مش افضل طريقه. كل ده كان بيوحي قبل المباراه ان الاهلي هينزل يكسب المباراه، يعني كسبان. فكره ان الاهلي يكسب المباراه مساله وقت مش اكتر، ولكن ده كمان اثبت الشوط الاول. وزي ما كتبت على الفيسبوك بين الشوطين، ان الشوط الاول بين جدا فرق الكواليتي بشكل كبير وشكل واضح. في الشوط الاول بشكل كبير وشكل واضح الكواليتي بين الفرق بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك. ولكن الشوط الثاني لما الاهلي رجع شويتين لورا واللعيبه ابتدى مستواها يقل، ابتدى الزمالك يفوق، ابتدى الزمالك يرجع. هنتكلم من بدايه للنهايه كده، وانا حبيت اديك بريف بس عن المباراه ككل. الزمالك بدا بال 3 4 3 اللي بيلعب بيها بقاله فتره، ان جيسفالدو فيريرا بيلعب بالطريقه دي لان هو يخبي عيوب لعيبه الزمالك، طريقه ممكن تكون بتخبي عيوب. ولكن طريقه فيريرا هقول لك كمان شويه هي ليه بيلعبها، او ليه الطريقه دي مش مواكبه مع الزمالك، او التنفيذ مش مواكب مع الزمالك. الزمالك 3 4 3، عواد، عبد الغني، الوينش، عبد الشافي، عبد الله جمعه ناحيه اليمين، والمفاجاه النهارده سيد عبد الله نيمار ناحيه اليمين، وعبد الله جمعه ناحيه الشمال. الاثنين في نص الملعب بيلعب برؤى وامام، قدامهم ثلاثي زيزو وبن شرقي، وقدامهم عمر السعيد. في البدايه كده وقبل اي شيء، عمر السعيد ده ما لعبوش معاه في ماتش خماسي، لا بجد بجد ما لعبوش معاه ماتش خماسي، هقول لك ليه كمان شويه. ناحيه الاهلي بدا بال 4 2 3 1، مش هقول لك 4 3 3 لا 4 2 3 1. الشناوي، رام ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول، ثنائي وسط الميدان، حمدي فتحي وعمرو السوليه، قدامهم قفشه على اليمين تاو، على الشمال عبد القادر، وقدام محمد شريف. في بدايه المباراه واول ربع ساعه في اللقاء، الزمالك وكانه ما جاش استاد السلام، اكنه ما راحش الماتش. ليه؟ لانه جوزفالدو فيريرا عشان يخلي الطريقه بتاعته تنجح وفي نفس الوقت الثغرات ما تبانش زي المباراه اللي فاتت، قرر انه يقف تحت الكوره ويلعب على هجمات المرتده. بس الفكره ان جوزفالدو فيريرا واقف تحت الكوره ومقرب برضه خط الدفاع وبيلعب هاي لاين ودفاع متقدم، وبيحاول يلعب كومباكت ويضيق المساحه على الاهلي في 30 يارده مثلا بدفاع متقدم، في ظل ان الاهلي اصلا من مميزاته او افضل ميزه فيه هي الكره الطويله. عنده لاعبين بتلعب كرات طويله بشكل مميز، رامي ربيعه، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشه، حتى محمد هاني وعلي معلول. بص الفريق بيلعب كره طويله كويسه جدا في ظهر مدافعين الخصم، زي اللي انت بتلعب له دفاع متقدم، وده شفناه نماذج كتير قوي قدام مصر المقاصه وقدام فاركو وهو قدام الزمالك النهارده. ولكن الزمالك في بدايه المباراه ولحد اخر ربع ساعه في الماتش، او اول ربع ساعه في الشوط الاول، الزمالك ما كانش باين، ما كانش موجود. ليه؟ زي ما قلت لك ان هو ما بيضغطش ضغط عالي، وفي نفس الوقت بيلعب دفاع متقدم وساب الحريه للاهلي يضغط زي ما هو عايز. فيريرا النهارده كان مخلي عمر السعيد هو الوحيد اللي يضغط على دفاع الاهلي، وهنا هقول لك ليه عمر السعيد ما خدوش معايا في حجز خماسي، لان عمر السعيد النهارده المفروض هو اللاعب الوحيد من نادي الزمالك اللي بيقابل وبيحاول يجهد تحضير اللعب بتاع الاهلي. والنهارده عمر السعيد ما بيضغطش على لاعب الاهلي، حمدي بينزل يستلم براحته، رامي ربيعه وزياسر ابراهيم بيباصوا لبعض براحتهم، يلعبوا الكره الطويله براحتهم. فانت ليه بتلعب عمر السعيد اصلا واللي هو مش ما بيعملش حاجه، واقف واقف في الملعب عمال يبص لورا وينادي لده وينادي لده وما بيعملش شغله، فانت ليه بتلعب عمر السعيد؟ انا واحد مش فاهم، مش فاهم، ما عنديش تفسير منطقي. الاهلي استغل الكوره افضل استغلال،
هي كرة طويلة في ظهر المدافعين. وقد كان الجون الأول في الدقيقة 12 الكرة بتلعب كرة طويلة في ظهر محمد عبد الغني من رامي ربيعة. محمد عبد الغني كارثة كارثة، محمد عبد الغني من وجهة نظري كارثة كارثة. ده مش اللاعب مش ده المدافع اللي الزمالك يعتمد عليه. الكرة تلعب في ظهره بينط ورجليه في الأرض مش فاهم ازاي، بتخبط في دماغه وبترد لمحمد شريف. محمد عواد واقف بيتفرج، لو كان محمد عواد خد خطوتين وتاني حطها بالبوكس كان شالها، ولكن واقف بيتفرج. شريف حط الجول الأول الأهلي، وأنا قلت ربنا يستر بعد الجون ده، قلت ربنا يستر، قلت فريرة ممكن يفتح اللعيبه تضغط اللعيبه تطلع من مناطقها ونتضرب بالتاني والتالت، ولكن ده ما حصلش. بعد الجون الاول جوسفالدو فريرة فضل مصر على طريقه لعبه اللي هي 3 4 3 بان انا بلعب كومباكت، نلعب بفريق كله ككتله واحده ودفاع متقدم بلعب بنفس طريق. والفكره اللي انا عارفه في طريقه 3 4 3 ان او ال 5 2 3 ان اللعيبه الاطراف ما بتخترقش لا محاله، لان انت عندك اتنين باكات بيرجعوا لورا ووراهم اتنين مدافعين بيغطوا المساحه اللي وراهم. ولكن النهارده الزمالك اول فريق في العالم في العالم بيلعب 5 2 3 او 5 3 2 واطرافه مباحه، في كل كره طويله في ظهر الباكات بتروح للعب. سيد نمر الشوط الاول على قد ما هو كان بيحاول يعمل اي شيء، على قد ما هو كان في مساحات كبيره قوي في ظهره ومحمد عبد الغني كان مغيب طول الشوط، فبالتالي كان في مساحات كبيره قوي في ظهر سيد نمر. انت الزمالك الشوط الاول ما راحش غير بفرصه زيزو بس، فرصه زيزو بس. وبمناسبه الزمالك ليه ضربه جزاء في مباراه النهارده، الكره اللي زق فيها ياسر ابراهيم لا امام عاشور ضربه جزاء واضحه يعني، بس الحكم ما حسبهاش وخلاص عدت وفاتت. والاهلي النهارده في الشوط الاول كان ممكن يطلع كسبان 3 4 عادي جدا عادي جدا. انت النهارده الزمالك قدامك فريسه سهله فريسه سهله، تضرب واحده تضرب بالثانيه تضرب بالثالثه. والنهارده سامي قمصان وكانه مطبق على ماتش الاهلي والزمالك في الدور الاول، كان النهارده مخلي بيرسي تاو وقفشه الاثنين في قلب الملعب بيحاولوا يستلموا في ظهر المدافعين، وحتى لما قفشه بينزل لنص الملعب بتاع الاهلي ويستلم الكوره ويطلع بالكوره مفيش ضغط على اللاعب الاهلي حامل الكوره. قفشه بينزل من لاعب نمر 10 لحد نص ملعب الاهلي لحد فتحي والصلايه وبياخد الكوره وبيستلم وبيلف وبيبص بيحاول يلعب الكوره الطويله، وامام عاشور واشرف رؤى الاثنين واقفين بيتفرجوا مفيش اي ضغط على اللاعب، وحتى الكره ما بيستلموها في ظهرهم في ظهر امام وظهر اشرف رؤى مفيش اي ضغط على اللاعب برده. فبيرسي ودخوله لقلب الملعب ريح الزمالك نوعا ما شويه ناحيه عبد الله جمعه. عبد الله جمعه بن شرقي بن شرقي بقى يرجع كتير، عبد الله جمعه بقى عنده حريه هجوميه اكتر وبيبتدوا يلعبوا الدبل اب ويعملوا ثنائيه على عمر على محمد هاني. ولكن كان مستوقفني الشوط الاول عند الزمالك هو الثلث الامامي، الثلث الامامي ما كانش فيه اي ربط تماما. زيزو كل كره بتجي له عايز يلعب فردي وعايز يروح يشوط على المرمى، عمر السعيد تايه في قلب الملعب مش عارف يعمل اي ربط، وبن شرقي ما كانش موجود طول الشوط الاول ما كانش فايق، فبالتالي ما كانش فيه اي ترابط في الثلث الامامي للزمالك ونص ملعب الاهلي. نص ملعب الزمالك كان مشغول بنص ملعب الاهلي بيحاول يمسك نص الملعب من الاهلي، واطراف الزمالك سواء سيد نمار او عبد الله جمعه كان بيحاولوا يعملوا اللي عليهم لحد ما خلص الشوط الاول 1-0. قلت الحمد لله الشوط الاول خلص 1-0. عبقريه جيسفالدو فيريرا تكمن هنا. الناس اللي بتقول لك فيريرا خرف وفيريرا كبر وفيريرا ما ينفعش يعمل وفيريرا ما ينفعش يسوي، فيريرا بيحاول يلعب على قد المتاح، ولكن المتاح اللي فيريرا بيلعبه او التكتيك اللي فيريرا بيحاول يطبقه مش مواكب لامكانيات لعيبه الزمالك، ولازم فيريرا يبقى متيقن من ده. لازم حد يتكلم مع فيريرا ويقول له ان الطريقه دي مش مواكبه لعيبه الزمالك. اي كره طويله في ظهر المدافعين بتروح للجون، او كره اي كره في ظهر المدافعين بتروح للانفراد، فمش مواكبه لعيبه الزمالك. شوط ثاني بدا الشوط بتغييرين على طول. نزل لا بتغيير نزل شيكابالا بدل عمر السعيد، ودي كانت هنا الوقفه. عمر السعيد مش موجود، نزل شيكابالا كمهاجم وهمي يحاول يخرج بره منطقه الجزاء ويحاول يضغط على حامل الكوره ويحاول يوزع اللعب من شرقي وزيزو اللي يحاول يخشوا للقلب. وقد كان شيكابالا حاول يعمل الشكل ده كتير جدا، اللي هو انا اضغط احاول استخلص الكوره احاول. والزمالك حتى لما شيكابالا نزل ابتدى يتحرك، ابتدى في تحرك بدون كوره، وابتدى الزمالك حتى الشوط الثاني لا فايق. الزمالك داخل الشوط الثاني بيضغط ضغط عالي على الاهلي، مش مخليه يحضر براحته، مش مخلي لعيبه نص ملعب الاهلي تلعب الكوره طويله براحتها. اي نعم في كذا كوره طويله اتلعبوا في ظهر لعيبه الزمالك برضه، ولكن مش بنفس اريحيه الشوط الاول. الشوط الاول مثلا اتلعبت خمس ست كور، لا الشوط الثاني اتلعبت كورتين ثلاثه في بدايه الشوط. وبعديها على طول جيسفالدو فيريرا قال له خلاص انا مش هبقى على حاجه، انا مش هبقى على حاجه خلاص، لا صابت يا اتنين عور. طلع عبد الشافي ونزل يوسف اسامه نبيه وحول التشكيله ل 4 2 3 1 وابتدى اللي هو خلاص عليا وعلى اعدائي بقى يا صابت يا خابت. وقد كان نزل يوسف اسامه نبيه ومن اول كوره لشيكابالا على الطرف، اول ما شيكابالا اتطرف ناحيه اليمين اول كوره تجي لزيزو بيقلب على شماله وبيرفع اوفر ما علم على دماغ بن شرقي مسطره، شرقي يحط دماغه
الجون الاول للزمالك وتعادل، ورسميا الزمالك عاد في اللقاء. وبعد عوده الزمالك في اللقاء نقطه الزمالك بقى ايه، هيسيب الكره للاهلي ويرجع تاني لنص ملعبه وكأن لم يكن شيء، اكننا عادي جدا تعادل وخلاص نرضى بالتعادل. ولكن اللي شفته بعد الجون الاول، لا الزمالك ترى يرجع، لا انا عايز اجيب الجون التاني، عايز اضغط، عايز احاول اعمل حاجه. والتحولات الهجوميه للزمالك كانت خطيره جدا. ليه؟ لان بعد الجون التعادل الاهلي فتح خطوطه اكتر، بقى في مساحه في ظهر محمد هاني اكتر، بقى في مساحه في ظهر معلول اكتر، ثنائي الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم بقوا متايهين، فابتدى الزمالك يلعب بشكل افضل. لما نزل يوسف اسامه نبيه ابتدى هو اللي يبقى المهاجم، وابتدى يتطرف ناحيه الشمال شويه ويميل في المساحه اللي ورا محمد هاني. وقد كان في الدقيقه 70 يوسف اسامه نبيه بياخد الكره في ظهر محمد هاني ويطولها ويروح يلعب العرضيه، بتعدي من تحت رجل علي معلول شيكابالا لوحده، جون الثاني للزمالك 2-1. وخلاص فاضل ثلث ساعه على نهايه الشوط، او فاضل ربع ساعه على نهايه المباراه، والزمالك متقدم 2-1 وعمل الريمونتادا المطلوبه والريمونتادا الجماهيريه الجميله. ولكن الزمالك ما قدرش يحافظ على ده. ليه؟ لان فيريرا بعد الجون الثاني على طول، بعد الجون الثاني على طول خرج زيزو ونزل حسام عبد المجيد بتغيير غريب. خرج زيزو وخرج سيد نيمار ونزل حسام عبد المجيد ونزل ونجم يبقى ناحيه اليمين، وحسام عبد المجيد ينزل ثالث، وحاول تشكيله ثاني ل 3 4 3 بتغيير غريب. انا كنت شايف من وجهه نظري ان الزمالك يكمل بال 4 2 3 1 اللي كمل بيها وقدر يرجع بيها في المباراه ويقدر يجيب 100 جونين، كان ممكن تاتي بثمرها، كان ممكن تاتي بثمرها عادي جدا. وبعد دقيقه على طول الاهلي تعادل بسيناريو متعودين عليه، ان شيكابالا يجيب جون هوب الاهلي يتعادل يرجع بالتعادل، وانا نفسي شيكا يجيب جون ويخلص الماتش بفوز، وشيكا يكون هو اللي جاب جون الفوز. يعني مش عارف، بيرجع الاهلي في اللقاء 2-2، وهنا ابتدى الشك يدخل في قلبي من جديد. فاضل 10 دقايق على اللقاء، الاهلي ده الوقت بتاعه، الاهلي ابتدى يمسك كره ثاني، الزمالك ابتدى يتراجع، ولكن الزمالك لعب برجوله كبيره جدا، لعيبه الزمالك لعبت برجوله كبيره قوي 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 قوي. وكمان نزول سيف جعفر في المباراه، وهنا فريرا لازم نديله كريديت يا جماعه، لازم نديله كريديت، لازم نديله كريديت على سيد عبد الله نيمار، لازم نديله كريديت على يوسف سيف جعفر، ولازم نديله الكريديت على يوسف اسامه نبيه. ثلاثي نزلوا النهارده، لا لعيبه، لعيب الكوره. سيد نيمار النهارده مش هايب الموقف، مش خايف من الديربي، لا انا هنزل واخد الكوره وابتدي اجري وابتدي ارفع وابتدي اهدد مرمى الاهلي عادي جدا. يوسف اسامه نبيه لما نزل النهارده، لا واقف على رجله، بيستلم الكوره بيحط الكوره في اخر الماتش ويشيلها الشناوي، بيعمل اسيست لشيكابالا. وسيف جعفر لما نزل واثق من نفس الكوره بتيجي في رجله. زمان لما كنا بنشوف لاعب شاب لما بينزل في الديربي مرتبك مخطوف، وش اصفر وش مخطوف، الكوره بتيجي في رجله بيتخلص منها بسرعه بيديها لاقرب واحد ليه. لكن لا، شباب الزمالك لما نزلوا، شباب الزمالك لما لعبوا النهارده، لا لعيبه هاديه، الكره في رجليها كويسه جدا، الكره في رجليها حلوه قوي. سيف جعفر الكره في رجليه بلسم جميله. ويوسف اسامه نبيه لازم، اللعيبه دي لازم تاخد الفتره الجايه من وجهه نظري. ثبت سيف سيد نيمار ناحيه اليمين، ثبته، انزل بسيف جعفر لاعب نمر 10 او لاعبه في نص الملعب جنب امام عاشور، والعب باسامه نبيه مهاجم. خلاص خلاص لا محاله. مباراة كانت مميزة جدا، الاهلي النهارده كان قادر انه يكسب بسكور، ولكن تغييرات غريبة من سامي مصام، من زول حسين الشحات، ولعيبة الاهلي مستوى نزل وتراجع جدا الشوط الثاني. ليه؟ انا مش فاهم بصراحة، دي حاجة انا مش فاهمها. ليه الاهلي تراجع الشوط الثاني ورجع وادى الكرة للزمالك، الكرة الزمالك ابتدى يمسك الكرة ابتدى يهدد مرمى الاهلي. ديربي من بتوع زمان، ديربي من كنا بنشوفه، من الزمالك بيبقى اضعف، الزمالك سكواده اضعف والاهلي سكواده كبير قوي، وبيعمل ماتش عظيم قدام الاهلي وبتعادل 3-3 وبتعادل 2-2. والنهارده بنعود من جديد بكواليتي وفريق للزمالك وسكواد للزمالك سيء جدا، والاهلي فرق كبير قوي ما بين السكوادين، ولكن الزمالك بيقدم مباراه او بيقدم شوط ثاني مميز جدا. الاهلي كان افضل الشوط الاول وما قدرش يخلص، الزمالك كان افضل الشوط الثاني وقدر يرجع في اللقاء، وده ديربي القاهره يا جماعه. في الاول والاخر ده قرار شخص واحد، هو رايي انا في المباراه. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الاهلي هيقع الماتشات الجايه والزمالك يقدر يحافظ على الدوري، ولا الزمالك هيخسر الدوري بعد ما الاهلي يكسب كل مجالاته ويبقى فارق عن الاهلي ويبقى فارق عن الزمالك باربع نقط؟ قول لي رايك في الكومنتس. ولو حلقك بدا سوشيال ميديا لايك، ولو مره شفتني اعمل سبسكرايب في قناه فرق جرس عشان تجي لك اول باول، اتابع على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على الفيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.